الدنيا منظمه، العدد مش كتير قوي، فكويس حلو قوي. شايفاه حاجه كويسه وبتخلي الناس تتجمع والكيان يكبر ونعمل علاقات في النادي، ف لا حاجة كويسة خصوصا للأطفال. يعني السنة دي أحسن من السنين اللي فاتت مع الخطيب طبعا، ويعني فرحة إن احنا جايين الصبح ونشوف الليلة الكبيرة في العيد، فكانت حلوة وعرض جميل جدا. كل سنة وأنت طيب. أهلاوي؟ أه. تحب الأهلي؟ أه. فين الأهلي؟ أهو. فين؟ أهو أنا علي. مين ده؟ ده ناس. هو الأهلي في أي وقت روحه حلوة، يعني النادي الاهلي في اي مكان. انت قلت البيت الكبير، وهو دايما البيت الكبير بتاعنا، ودايما النادي الاهلي روحه مختلفه عن اي مكان تاني. احنا تربينا وكبرنا بنحب الاهلي كمشجعين وكاعضاء، فبالنسبه لنا هو بيت، هو مش مجرد نادي بنيجي نقضي فيه وقت، لا احنا الاهلي ده بالنسبه لنا حاجه كبيره. يعني احساس جميل طبعا ان انت مع اولادك ومع احفادك في النادي، وشايف الناس كلها حواليك مبسوطين ويعني معيدين كده، احساس جميل طبعا، يعني احساس حلو قوي. كل سنه وانتم طيبين. بنيجي النادي بنحس فعلا احنا في بيتنا التاني، يعني بنبقى مرتاحين نفسيا، الناس كويسة، بتتعامل حلو جدا، اي حاجة انت عايزها بتلاقيها، ففعلا تحس انك في البيت مش تحس انك في مكان برا. يعني النادي الاهلي هو الاسرة الكبيرة بتاعتنا، وطبعا بنتبسط جدا واحنا في النادي الاهلي. النادي الاهلي هو الميزة فيه الاجتماعيات، يعني بالاسرة كلها بتتجمع مع بعضها وبنتجمع كلها مع بعض، الاهل والاحباب، وهم بينتهزوا الفرصة ديت عشان يتجمعوا. وعموما التجمع في حد ذاته صلة ورحمة ومودة، وده اللي وصلنا عليه الدين الإسلامي الحمد لله رب العالمين. كل الأسر بتتلم مع بعضها، إحنا وقرايبنا، والجو اللي عامله النادي الأهلي في الحفلات من أول الأطفال لغاية كبار السن بكل الأعمار وبكل الفئات، ده شيء جميل برضو. والسداد اللي عامله النادي بالكراسي بأعضاء الأمن اللي ليهم كل الشكر بصراحة في التنظيم اللي عاملينه، ما فيش أي معوقات، فيش مشاكل، المطاعم كله جو جميل بصراحة. يعني أنا بحب النادي الأهلي، إحساس جميل جدا وحاجة جميلة جدا، وربنا يخلي النادي الأهلي. النادي الأهلي ده احنا يعني احنا أطفال هنا في النادي الأهلي، وفي تطور وفي تقدم، ونادي أسري ومحترم الحمد لله والشكر لله. بهجة تانية وحاجة تانية خالص، بنبقى مبسوطين واحنا متجمعين فيه. كل يوم نيجي نوت ونتفرج على الفرقه، وحلو جدا فعلا. هنا النادي الاهلي اجتماعي وجميل جدا، وقعدته حلوه، يعني القعده فيه جميله.
اسم النادي الاهلي اسم كبير، يعني اسم كبير جدا جدا جدا. يعني النادي الاهلي بنحس ان احنا بيتنا، والبيت التاني بتاعنا البيت الكبير. يعني بحب النادي الاهلي، بحب العب فيها دايما، وبحب اكبر عشان العب في النادي الاهلي، وبحب ميسي ومحمد صلاح، كل الفريق اللي انا اخترته بحبه. Oh,